مطلوب إنقاذ حياة مالك، مطلوب إنقاذ حياة مالك. معايا في الاستوديو طفل الجميل مالك، والدته السيدة إيمان مشحت. أهلا بيك يا مدام إيمان. أهلا بحضرتك. إزيك يا مالك؟ حضرتك منين يا مدام إيمان؟ أنا من طنطا. طنطا. ومالك عنده كام سنة؟ 4.5. 4.5. احكي لي إيه الموضوع؟ هو مالك عنده أنيميا البحر المتوسط، هو المرض ده ظهر له وعنده 2 سنة و4 شهور. طبعا بدون أي مقدمات خالص، هو وشه بقى شاحب مرة واحدة، والأنيميا عنده نزلت من 11 لـ7، وبدأ ينقل دم. أول مرة نقل دم كان على 3 شهور، يعني كان كل 3 شهور بينقل دم. معدل يعني الدم بدأ ينزل، بقى ينقل دم، يعني حاليا بقى بينقل دم كل أسبوعين. طبعا كلنا عارفين مخاطر الدم ايه، فانا نفسي انقذ ابني قبل اي، يعني قبل ما حالته تتدهور اكتر من كده. يعني هو حاليا حال عنده متضخم بسبب الدم، وطبعا سنانه متدمره. فانا ابني حتى ما بيرضاش يخرج معايا في حته، فانا مش طالبه ان انا اعمل حاجه مستحيله، انا عايزه اعالج ابني. يعني انا مش عايزه حاجه اكتر من علاجه، انا عايزه اعمل له عمليه زرع نخاع. هو المفروض ان عمليه زرع النخاع هي موجوده هنا، بس محتاجه بنك نخاع، وهنا ما فيش بنك نخاع. محتاجه ان انا اعملها له بره مصر، بس التكلفه عاليه عليا. هو انا لو اقدر والله انا. كام التكلفه يا مدام؟ 1,600,000 جنيه، 91,000 دولار. انا لو اقدر، انا لو معايا، انا ابيع حياتي كلها عشانه. بتشتغلي ايه حضرتك؟ انا مش بشتغل. والده بيشتغل ايه؟ شرم الشيخ، محل احذيه في شرم الشيخ. فطبعا انا لو ابيع حياتي كلها عشان افديه ما عنديش مشكله، بس انا ابني بيتدمر كل يوم. هل عمل اي عمليات جراحيه قبل كده؟ لا، هو عنده طحال متضخم، ومطلوب ان هو يشيله، يعني فانا اشيل له طحال، وبعدين الحديد بيتراكم بعد الطحال، يتراكم على الكلى، يتراكم على الكبد. يعني اصلا المرض بتاعه مدمر لكل جسمه. فانا هقعد اشيل كل شويه حاجه لابني، انا نفسي ابني يتعالج. هل في حد من اولادك عنده اي مرض؟ انا عندي بنت واحده بس عندها 2 سنين، طلعت حامله لسمه المرض. حامله للمرض بس مش مريضه. بس عملنا لها توافق وما ينفعش تتبرع للطفل. بيروح الحضانه هو؟ لا، اصلا ممنوع من اي تجمعات. يعني اي تجمع، يعني لو الطفل الطبيعي لما حتى بياخد مرض من اي حد بيقعد عنده اسبوع، ممكن ابني يقعد عنده الكحه شهرين. ابرز الاعراض اللي بتجيله نتيجه المرض ايه؟ هو طبعا النمو عنده واقف، يعني هو بقاله 2.5 سنين تعبان. نمو 20 كيلو، ما بيزيدش اكتر من كده، يعني هو ما زادش من ساعة ما تعب. واصفرار وشه دايما باين عليه اصلا المرض، واسنانه متدمرة. فانا مش عارفة اعمل ايه، انا مش طالبة اكتر من طفل زي ده يعيش حياته زي الاطفال. يعني هو عارف ايه الدكاترة هنا؟ الدكاترة قالوا لي حالته صعبة، يعني هم قالوا لي اصلا المرض ده مدمر، وقالوا لي برضو ان ممكن في اي لحظه طبعا خطورته صعبه، لدرجه انه اصلا ما بيكملش حياته طبيعي، يعني ممكن 20 سنه ويتوفى. فانا هستنى لما ابني يموت،